بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بادئ ذي بدء، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامجكم اليومي بكل هدوء. العيد أقبل مسرورا بطاعتكم، وقد تزين في زاه من الحلل، يقول وهو يمد الكف مبتهلا: تقبل الله منكم صالح العمل. عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير. تقبل الله طاعتكم وصالح أعمالكم، وقبل الله صيامكم وقيامكم وصدقاتكم ودعاءكم، وجعلنا جميعا ممن ينادى في الدار الآخرة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. البارحة ودعنا شهرا عظيما وضيفا كريما، مر علينا سريعا وخفيفا كلمحة برق أو كطرفة عين، غابت شمسه وهو شاهد لنا بإذن الله بحسن الاستقبال والاجتهاد وحسن العبادة، وهو إن شاء الله سيكون سببا لفرحنا يوم نلقى الله عز وجل. إذا أفطرنا فرحنا بفطرنا، وإذا لقينا ربنا فرحنا بصومنا. فسلام الله على رمضان، سلام الله على شهر الصيام والقيام، سلام الله على شهر القرآن. اللهم كما سلمتنا رمضان وأعنتنا على صيامه وقيامه وحسن العبادة فيه، فتسلمه منا متقبلا. أخواني وأخواتي، اهنأوا بعيدكم وافرحوا بيوم فطركم، فهذا اليوم هو يوم السعادة والفرح والسرور والحبور. هذا اليوم هو يوم العيد، اليوم الذي جعله الله عز وجل فرحة لنا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا الفرح هو من سنن المرسلين وشعيرة من شعائر الدين. اليوم نفرح بهذا العيد لأن لنا فيه فرحتان: فرحة الفطر وامتثال الأمر، والفرحة الأخرى الأمل بحسن الجزاء وعظيم الأجر من رب العالمين. أخواني وأخواتي، هذا الفرح بالعيد الذي يهنأ به الذي أطاع الله عز وجل، المصلي الطائع، الساجد الراكع، القائم الصائم التالي لكتاب الله تعالى، المحسن الذي زرع البسمة في شهر رمضان على شفاه البائسين، والمتصدق الذي عطف على الأيتام والأرامل والمساكين، والواصل الذي وصل رحمه وأسعد أهله وعشيرته الأقربين، الذي أحسن إلى جيرانه، الذي أحسن إلى الناس، الذي خالق الناس بخلق سيد المرسلين. ليس العيد لمن عق والديه فحرم الرضا في هذا اليوم المبارك السعيد، ليس العيد لمن قطع رحمه فحرم القبول في هذا اليوم المبارك السعيد، ليس العيد لمن فرط في جنب الله فما تاب ولا استعتب، ليس العيد لمن آذى الناس بالكلام بالغيبة والبهتان والنميمة وآذى الجيران وآذى عباد الله، ليس العيد لمن لبس الأبيض الجديد وقلبه على أخيه أسود، ليس له من العيد إلا مظاهره، وليس له من الحظ إلا عواثره. ما عيدك الفخم إلا يوم يغفر لك، لا أن تجر به مستكبرا حللك. كم من جديد ثياب دينه خلق، تكاد تلعنه الأقطار حيث سلك. وكم مرقع أطمار جديد تقى، بكت عليه السماء والأرض حين هلك. ما ضر ذلك طمراه، ولا نفعت هذا حلاه، ولا أن الرقاب ملك. العيد هو اليوم الذي يعود علينا كل عام، سمي عيدا لأنه يعود، وإذا عاد يعود علينا بالعوائد الحسنة، يعود علينا بالفرح والسرور، يعود علينا بالاجتماع، يعود علينا بالمرح واللعب واللهو المباح. العيد جعله الله عز وجل لكل أمة، كل أمة من أمم الأرض باختلاف طوائفها وأطيافها ودياناتها وأعراقها وعاداتها، كل أمة لها عيد، كما قال تعالى:
لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه أي عيدا. وأشار الله عز وجل إلى جملة من هذه الأعياد في القرآن العظيم، منها ما ذكره في سورة المائدة: مائدة تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. وكذلك ما ذكره حكاية عن موسى لما ضرب موعدا مع السحرة، قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. يوم الزينة هذا يوم عيد من أعيادهم. ولما ذكر الله عز وجل صفة عباد الرحمن قال: والذين لا يشهدون الزور، يعني الذين لا يحضرون أعياد المشركين. والله عز وجل امتن على هذه الأمة المحمدية المرحومة بعيدين، وكلا العيدين مرتبط بركن من أركان الإسلام. عيد الفطر مرتبط بركن الصيام، وعيد الأضحى مرتبط بركن الحج. ولذلك لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يلعبون في يومين، فقالوا: هذان اليومان نلعب بهما في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. ففي الإسلام ما عندنا إلا هذين العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. وفي شيء عظيم لازم كلنا نعرفه، إن العيد له معنى. لو سألتكم الآن قلت لكم شنو معنى العيد، أو شنو يعني لكم العيد، يمكن ما تقدرون تعبرون تشعرون فيه، تشعرون بالعيد ومطبوع في وجدانكم، لكن يمكن الواحد ما يقدر يعبر ويحكي معاني العيد. أنا باختصرها لكم. العيد له 5 معاني، احفظوها. المعنى الأول المعنى الديني. معنى العيد في الدين شكر المنعم، شكر الله عز وجل على التمام، شكر الله أنه وفقنا لإدراك رمضان، وإن أعاننا على صيامه وقيامه وحسن العبادة فيه، وإن أتم لنا رمضان. ولذلك نحن في هذا العيد نشكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة. وهذا الشكر ليس فقط بالكلام، وإنما هو أمر يعتلج في وجداننا، فنشعر بالسكينة والرضا والطمأنينة، ويتجلى على وجوهنا، فتكون الوجوه مشرقة ومضيئة ونيرة في يوم العيد. وكذلك وجوه الناس، أنت تشوف الناس كلها وجوهها مسفرة طلقة. ليش؟ لأن هذا هو المعنى الحقيقي للعيد، شكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة اللي امتن فيها على عباده المؤمنين، سواء كان ذلك في عيد الفطر أو في عيد الأضحى. المعنى الثاني المعنى الإنساني. في يوم العيد تجتمع قوة الغني وضعف الفقير على الرحمة والمحبة والتضامن والمواساة. في يوم العيد ما الكل يفرح، حتى الفقير البائس يفرح. ولذلك جاء في الحديث: أغنوهم فيها اليوم، في هذا اليوم شرعت زكاة الفطر حتى ما يكون في أحد في يوم العيد جائع مو سعيد. ليش؟ لأن العيد للجميع، يفرح فيه الجميع، ليس لفئة دون أخرى أو لطبقة دون أخرى. وهذا من المعاني العظيمة للعيد. المعنى الثالث المعنى الزمني. الله عز وجل خلق العيد زمن ضاحك مبتسم سعيد، وهو قصير يوم واحد. فالزمن المعتاد يجري في دورته، إذا جاء عند ليلة العيد يتوقف هذا الزمن. وجعل الله عز وجل يوما هو يوم السعادة والسرور والحبور والفرح، يوم العيد الكل سعيد فيه. هذا اليوم يطرد الهموم والأحزان ويطرح الكلف، حتى اللي عنده مشاكل وأحاطت فيه الظروف من كل جانب يكون سعيد في هذا اليوم. لماذا؟ لأن الله عز وجل خلقه بهذه الصفة وهذه الخاصية. ما أن ينقضي هذا اليوم حتى يعود الزمن المعتاد ويجري في دورته المعتادة. ولذلك لازم نفرح في هذا اليوم، لأن الله عز وجل خلقه كذلك. المعنى الرابع من معاني العيد المعنى الوجداني. يعني الناس كلها في وجدانها سعيدة مبتهجة فرحة. لماذا؟ لأن الله عز وجل أودع في العيد هذا المعنى. المعنى الخامس والأخير المعنى الاجتماعي. لا يجتمع الناس في يوم كاجتماعهم في العيد، اجتماع محبة ورحمة وتسامح
ما في غل ولا حسد ولا بغضاء ولا شحناء، الكل يقابل الآخر بوجه مبتسم، وجه طلق، بكلمة التهنئة، بالتحية الطيبة. الكل سعيد، الأطفال سعداء، والفقراء سعداء، والأرحام سعداء، الوالدين سعداء، الجيران سعداء، الكل يسعد في هذا اليوم ويجتمع في هذا اليوم. ولذلك أودع الله عز وجل في هذا العيد هذه المعاني الخمس المجتمعة، إذا تأملنا فيها راح تكون سعادتنا في هذا العيد سعادة مضاعفة. فاصل قصير ونرجع لكم بإذن الله. المعاني اللي ذكرناها قبل قليل هي مخبر العيد وجوهر العيد. العيد له جوهر ومخبر وله مظهر. مظاهر العيد هي الأشياء اللي نظهرها في العيد، وهي كثيرة، لكن راح أختار لكم خمسة منها. المظهر الأول الفرح. لازم نظهر الفرح والسرور والسعادة والبهجة في يوم العيد، وهذا من الدين، من سنن المرسلين ومن شعائر الدين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره. فالله عز وجل جعل العيد يوم سعادة وفرح، لازم نفرح فيه. ولذلك من الأخطاء اللي يقع فيها بعض الناس إنه يجعل العيد يوم مناسبة لزيارة المقابر وزيارة القبور، وهذا من الخطأ. يعني بعض العلماء ذهب إلى أنه بدعة تخصيص هذا اليوم لزيارة المقابر، وهذا خلاف يعني السنة. يعني السنة أن الإنسان يفرح في العيد، لا أن يستدعي ويستجلب الأحزان والآلام. لا، افرح ولا تستذكر المواجع اللي يعني تنقص عليك عيدك وربما تنزع منك البهجة والسعادة والفرح. ومن الأخطاء أيضا ما يقوم به البعض، بعض الخطبة في خطبة العيد يذكر الناس بمآسي المسلمين، بمعاناتهم، بجراحاتهم، بالمصائب التي وقعت عليهم. هذا ليس مناسبا، لأن لكل مقام مقال، وليس هذا مقام ذكر هذه الأشياء التي تخطف من الناس بهجة العيد وفرحته. كذلك ما ثبت أو ورد عن بعض الأدباء أنهم شكوا حالهم وندبوا حظهم العاثر في يوم العيد، وخلدوا ذلك بأبيات شعرية كثيرة، منها ما ذكر عن المتنبي لما هجا حاكم مصر كافور الإخشيدي في يوم العيد، قال قصيدة في مطلعها يقول: عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم لأمر فيك تجديد، أما الأحبة فالبيداء دونهم فليت دونك بيدا دونها بيد. يقول أني أنا الآن في يوم عيد وأحبابي بعيدين عني وأنا بعيد عنهم، فياليتك ما جيتني يا عيد، ياليت اللي بيني وبينك مو صحراء واحدة وإنما صحاري. وهذا يعني من الخطأ المبين. الواحد يفرح في يوم العيد حتى لو كان في أي حال، حتى لو كان في حال بائس. وكذلك ما ورد عن المعتمد بن عباد أنه لما نزع عنه الحكم وسجن في أغمات، دخلت عليه بناته في يوم العيد وهن حافيات جائعات كسيرات، فقال قصيدة مؤلمة يقول في مطلعها: عيدا فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فساءك العيد في أغمات مأسورا، ترى بناتك في الأطمار جائعة يغزلن للناس ما يملكن قطميرا، برزن نحوك للتسليم خاشعة أبصارهن حسيرات مكاسيرا، يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا. وكذلك ما روي عن الأديب ابن رشيق القيرواني اللي اعتبر يوم العيد مناسبة يذكر فيها الأمير الغائب المعز بن باديس، يقول في مطلعها يقول: تجهم وجه العيد، العيد ما يتجهم وجهه، يقول: تجهم وجه العيد وانهلت بوادره، وكنت أعهد منه البشر والضحك، كأنه جاء يطوي الأرض من بعد شوقا إليك، فلما لم يجدك بكى. هل يبكي العيد؟ لا، ما يبكي، لكن كما قيل: أعدب الشعر أكذبه. هذا المظهر الأول من مظاهر العيد. المظهر الثاني إظهار العبادة في العيد. عيدنا
سواء كان عيد الفطر أو عيد الأضحى مبتدأ بالعبادة. من ليلته ليلة العيد عيد الفطر نبدأ بالتكبير، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد إلى يوم العيد. ثم نصلي صلاة العيد نستفتح بها عيدنا، وكذلك في يوم الأضحى يبدأ الذكر من يوم عرفة ونذكر الله عز وجل، ثم بعد ذلك تكون صلاة العيد والأضحية. فالمقصود أن يوم العيد مفتتح بعبادة الله عز وجل، وهذا من شكرنا لربنا تبارك وتعالى في يوم العيد. المظهر الثالث هو مظهر الاجتماع. العيد هو يوم الاجتماع العائلي والأسري، الكل يجتمع والكل يبتهج، وهذا مقصد من مقاصد العيد، إن لم يكن هو المقصد الأعظم، أن الناس أن الأرحام تتواصل والمعارف يتزاورون والأصحاب يجددون الأواصر فيما بينهم والجيران يتزاورون، الكل يزور الآخر. وهذا يعني في الأوضاع العادية، نحن اليوم في حظر كلي وفي جائحة منعتنا من الاجتماع البدني، لكنها لم تمنعنا بفضل الله من الاجتماع عبر وسائل التواصل الحديثة اللي أتاحت لنا اللقاء بالآخرين صوتا وصورة، وهذا من فضل الله عز وجل علينا. ولذلك نقول احرصوا على إظهار الاجتماع عن طريق التواصل يعني الأجهزة، وهذا يعني من مظاهر العيد اللي لازم نحرص عليها. المظهر الخامس الرابع هو مظهر البهجة والفرح واللعب في يوم العيد. يوم العيد يوم نتوسع فيه، نفرح فيه، نمرح فيه، نسوي الأشياء المباحة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما في يوم العيد دخل على عائشة فوجد عندها جاريتان تغنيان، فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم ودخل واضطجع، فدخل بعده أبو بكر فسمع الجاريتين تغنيان فقال: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله، أمزمار الشيطان في بيت رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإنهما في يوم عيد، وهذا عيدنا أهل الإسلام. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك وأنكر على أبي بكر حينما أنكر عليهما. كذلك يعني أذن النبي صلى الله عليه وسلم للحبشة بأن يلعبوا في المسجد، يلعبوا بالحراب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم ويحفزهم يقول: دونكم بني أرفدة. لما دخل عمر وأنكر عليهم وزجرهم قال: دعهم يا عمر، فإنهم في يوم عيد، لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إنما بعثت بالحنيفية السمحة. المظهر الخامس والأخير هو مظهر التهنئة بالعيد، والصحابة كان يهنئ بعضهم بعضا بقولهم: تقبل الله منا ومنكم. واليوم احنا نهنى بعضنا البعض بأي تهنئة: عيدكم مبارك، أيامكم سعيدة، كل عام وأنتم بخير، تعودون على أمثاله بصحة وسلامة، وهكذا في أي كلمة. والأدباء تركوا لنا تحفا شعرية في تبادل التهاني في يوم العيد، من ذلك ما ورد عن ابن الرومي أنه هنأ الأمير عبيد الله بن عبد الله بن الطاهر فقال له: للناس عيد ولي عيدان في العيد، إذا رأيتك يا ابن السادة الصيدي، إذا هم عيدوا عيدين في سنة، كانت بوجهك لي أيام تعيدي. وكذلك ما روي عن المتنبي أنه هنأ سيف الدولة في عيد الأضحى فقال له: هنيئا لك العيد الذي أنت عيده، وعيد لمن سمى وضحى وعيدا، فذا اليوم في الأيام مثلك في الورى، كما كنت فيهم أوحدا كان أوحدا. وهذا شاعر عباسي هنأ صاحبه بالعيد فقال: رأى العيد وجهك عيدا له، وإن كنت زدت عليه جمالا، فكبر حين رآك الهلال كفعلك حين رأيت الهلال، رأى منك ما منه أبصرته هلالا أضاء
ووجها تلالا. اختاروا أي واحدة من هذه الأبيات وأرسلوها لمن تحبون. فاصل قصير ونرجع لكم بإذن الله. كان أبو جعفر المنصور يحفظ القصيدة من أول مرة، إذا سمعها حفظها، وعند غلام يحفظ القصيدة من مرتين، وجارية تحفظ القصيدة من ثلاث مرات. وأراد أبو جعفر المنصور أن يقطع الجوائز عن الشعراء، العادة اللي كان يتبعها الأمراء والخلفاء من قبله، فقال للشعراء: من قال قصيدة من مقوله لا من منقوله ومحفوظه أجزته، أعطيه جائزة. فتزاحم الشعراء على بابه، فدخل الشاعر الأول وأراد أن يقول القصيدة، قال: من مقولك أم من منقولك؟ قال: بل من مقولي. فقال قصيدته، فإذا فرق قال له أبو جعفر: هذه القصيدة سمعتها من قبل. ثم يعيدها كاملة لا ينقص منها بيتا واحدا. يشتهى الشاعر، ثم يقول أبو جعفر: لا، والغلام يحفظها أيضا، قلها يا غلام. فالغلام يعيدها مرة أخرى كاملة لا ينقص منها بيتا. قال: لا، والجارية أيضا تحفظها. فتأتي الجارية وتعيد القصيدة. يخرج الشاعر مبهوتا مما رأى، ثم الشاعر الثاني والثالث والرابع، كل ما دخل شاعر فعل مثل فيه مثل ذلك. فاجتمع الشعراء وقد أسقط في أيديهم ولا يدرون ماذا يفعلون، حتى دخل عليهم الأصمعي فسألهم عن حالهم فأخبروه، فعلم الأصمعي أن في الأمر مكيدة، فاحتال لأبي جعفر المنصور، غير ملابسه، لبس ملابس الأعراب، واعتجر عمامة وتلثم، ثم جاء يجر بعيره حتى دخل على أبي جعفر المنصور متنكرا، فقال: عندي قصيدة. قال: أتعرف الشرط؟ قال: نعم، هي من مقولي لا من منقولي. قال: قلها. فقال الأصمعي: صوت صفير البلبل هيج قلب الثمل، الماء والزهر مع زهر لحظ المقل، وأنت يا سيدلي وسيدي ومولي، فكم تيمني، غزيل عقيقلي قد طفته من وجنة من لثم ورد الخجل. فقال: لا 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 لا، وقد غدا مهرولي، والخوذ مال طربا من فعل هذا الرجل، فولولت وولولت ولي ولي يا ويللي. فقلت: لا تولولي، وبين اللؤلؤ لي. قالت له حين كذا: انهض وجد بالنقل، وفتية سقونني قهوة كالعسل لي، شممتها بأنفي أزكى من القرنفل، في وسط بستان حلي بالزهر والسرور لي، والعود دندندن لي، والطبل طبطبطب لي، طبطب طبطبطب 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 لي، والسقف سقسقسق لي، والرقص قد طاب إلي، شوى شوى وشاهش على ورق سفرجلي، وغرد القمر يصيح ملل في مللي، ولو تراني راكبا على حمار أهزلي، يمشي على ثلاثة كمشية العرنجلي، والناس ترجم جملي في السوق بالقلقللي، والكل كعكع كعكع خلفي ومن حويللي، لكن مشيت هاربا من خشية العقنقلي إلى لقاء ملك معظم مبجل، يأمر لي بخلعة حمراء كالدمدمل، أجر فيها ماشيا مبغددا للديل، أنا الأديب الألمعي من حي أرض الموصل، نظمت قطعا زخرفت يعجز عنها الأدبل، أقول في مطلعها: صوت صفير البلبل. لما انتهى الأصمعي من هذه القصيدة قال لأبي جعفر: هل سمعتها من قبل؟ فقال أبو جعفر: ها، لا، لم أسمعها. ثم نادى بالغلام: هل سمعتها يا غلام؟ قال: لا. نادى الجارية: هل سمعتها من قبل؟ قالت: لا، جعلني الله فداك. فعلم الأصمعي أنه فاز بالرهان، فقال له أبو جعفر: أعطنا القصيدة حتى نجيزك بوزنها ذهبا. قال: هذه القصيدة يا أمير المؤمنين نحتها على لوح رخام ورثته من أبي، لا يستطيع أن يحمله إلا أربعة رجال. فأسقط في يد أبي جعفر المنصور، ثم عرف الأصمعي بنفسه وطلب من أبي جعفر المنصور أن يعطي الشعراء جوائزهم وأن يرجع إلى عادته وعادة الأمراء والخلفاء من قبله. وبهذا انتهت الحكاية، ونلتقيكم قدا بإذن الله. إلى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.